اتفضل يا زكريا. عفوا حضرة المدعي، السيد شو له شغل هون؟ أنا بدي أعمل مواجهة. بما أنه السيد ميماتي عم يقول أنه ما له عداوة مع المتهم، خليه يقولها بوشه. ما عندي شكوى على حدا ولا عداوة مع حدا. برافو يا قطي، مراد على المدار عرف كيف يدربكن منيح. بدي أسأل سؤال إذا ما في مانع. ما في لزوم للسؤال. معلش خليه يسأل حضرة المدعي، يسأل اللي بده يسأله ولو. يلا ابني اسأل اللي بدك تسألني اياه، بس لا تأخرني عندي اشغال كتيرة. انت صرت هيك بلا شرف بس كبرت ولا هيك من الولادة؟ واقف شو عم تساوي؟ تركني رح ورجيك. بسرعة طلعوا لبرا، تركوني. ميماتي دخل بيناتنا دم. مهما كنت تكون رح اخنقك بايدي يا حيوان. اتركوني. هدي حالك. وانتو يلا لبرا.